يعني مشترك لها. و هذا الكل جاء خاصة بعد صدور تقرير الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية اللي فيه تقريبا إدانة لإلياس الفخفاخ. نذكر ونعطي فقط لمحة على الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية هذه، بينها حزب العمال، الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، حركة تونس إلى الأمام، تيار الشعبي، الحزب الاشتراكي، حركة القطب، حركة البعث، حزب الشعب للحرية والتقدم والمنظمات الوطنية والجمعيات. والقائمة تطول هذه بعض اللي ممضين على البيان هذايا. أيضا لطفي المرايحي يقترح تنظيم مناظرة بين المترشحين لرئاسة الحكومة أمام البرلمان والرأي العام لاختيار الأفضل. لتوقفوا هوني، ما زال راهو الأخبار السياسية، ما زال الأخبار مجدولين عندك متعرف. يهمني بيان سور ويهمني برشا زادة، ما كرا هكا نقول يظهر لي في تونس احنا عندنا طبقة سياسية كلها مسيو بخابخ اللي تلمو نظيفة برشا، كل عبد كل اليوم ولت مشكلتها إلياس فخفاخ. أنا فما كلمة ديما نسمعها كل ما نجي ونحلو دوسي، يقولك مش وقته مع الياس فخفاخ ولا كل شيء وقته. دونك فازي حلو الدوسيات، حلو دوسيات رجال الأعمال وابتزازهم، دوسيات الثراء الفاحش للنواب وبعض حتى الوزراء والمسؤولين، ديما نحكي من بعد الثورة ليومنا هذا، حلو دوسيات تهريب أبو عياض، حلو دوسيات تسليم البغدادي الجهاز السري، عنا بارشة دوسيات اللي في كل مرة يقولك مش وقته. بالنسبة للسلم رايحي، احنا راو شهيد والكفاءات فما منهم، ما تعرف ابكي على الوطنيه وعلى الولاء للوطن، لانه اليوم تنجم تجيب وحده وكان تري بون سي في، لكن لا عنده لا جراه لا شجاعه باش يخدم وباش يواجه، خاصه سورتو سورتو ما يكونش الولاء نتاعو للوطن. بالحق ابكي على الوطنيه عند برشا سياسيين، ابكي على الوطنيه عند برشا سياسيين، هذا يقولوه برشا برشا اطراف. نذكروا فقط اللي البيان هذا ياكد انه